لاباس عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا مزيانين. اليوم غادي نحضروا مع بعض كيكات صغار تاع المول العجيب بالبسكوين، ما كتكونش فيهم طحين بزاف. هذا هو المول العجيب الصغير، انا كاين تاع الحديد كاين تاع السيليكون. كاين نحتاجوا في المقادير 3 تاع البيضات، كاس ديال الزيت العبارة بكاس العنبة، 100 غرام ديال السكر، وحده لافاني، جوج معالق كبار ديال الطحين، قبصان تاع الملحه، وعندنا جوج كيسان عنبه ديال البسكويت مطحون، اي بسكوي عندكم، وجوج خمارات تاع الحلوان تاع المغرب، انا درت ديال اوروبا. صافي كنخلطوا جميع المقادير عادي. بسم الله، صافي هنايا الخليط ديالنا بعد ما خلطناه كيف ما شفتوا ما فيهاش الحليب، كنديروا نمروا تقريبا واحد المعلقه عامره اولا زوج من الخليط بهذا الشكل. الليمول كنكونوا دهنينهم ودايرين لهم دقيق، انا كنستعمل واحد البخاخ سبراي سبيسيال ديال الليمول، الا لقيتوه خذوه راه كيساعد، الا ما عندكمش كدهنوهم بالزيت او الزبده وكديروا عليهم الطحين. صافي الفران مسخنين عليه من قبل على 180 درجه، ندخلهم حتى كيطيبوا، راهم ما كيشدوش الوقت. صافي انا غادي نكمل بهذه الطريقه وندخلهم الفران كيف ما قلت لكم حتى ديالنا بعد ما طاب او الكيك كيجي حتى هو الشكل النهائي ديالو. صافي غادي نحضروا هذيك الكريمه، عندنا 200 غرام ديال فروماج كريمي اي نوع كتفضلوا، جوج معالق كبار حليب الغبره، وحده لافاني، هنايا عندي حليب مركز تقريبا 3 ارباع ديال الكاس. المهم الحليب المركز كيبقى على حسب التقوليه ديال الكريمه، ما خاصناش نجربها بزاف، كنضيفو وكنشوفو عينا ميزاننا. صافي انا غادي نخلط هادشي كامل وكنبقى نضيف في الحليب المحلى المركز حتى كنحصل على كريمه تكون شويه سائله ماشي بزاف. صافي كنعمر بها هاد التقيبات ديال هاد لي كيك ديالنا. صافي كنزينهم بالشكلاط سود، كندير ليه خطوط وكنزينهم على شكل ميلفي. هذا هو القوام ديال الكريمه اللي خاصو يكون، خاصها تكون جاريه بزاف. صافي كنعمروا هاد التقيبات ديالنا بالكريمه ونحاولوا نقادو لهم الوجه مزيان على هاد الشكل. صافي كنبقى نكملها بهذه الطريقه حتى كنكمل كاع الكميه اللي عندي. كندير لهم الشكلاط كما قلت لكم على شكل خطوط، كنزينو بشكل على نعطيه داك الشكل ديال الميلفاي. الشكل النهائي ديال مادلين ديالنا ديال المول العجيب، هما التزيين ديال الميلفاي، راه كلشي كيعرفو تبارك الله. نتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتجربوها، والى وصفات اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.